الفعلية الأولى في حقوق الإنسان بالنسبة لنا، نحن كلنا نقول حقوق الإنسان محفوظة ولله الحمد بالكتاب والسنة، لكن الناس تريد تقنين الآن، أين حقي؟ عانينا على سبيل المثال في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور مفلح موجود فيها ولعله يعقب على بعض المواقف اللي مرت فيها الجمعية، عانينا من القضاء والتعزيرات لأنها لم تحدد، عانينا من التوقيف والإشكالات التي تحدث فيه من قبل الجهات التوقيف، ولكن تجاوزنا كثيرا من هذه الأمور. وأود نعرض للإخوان قضية أن يطلعوا فقط على التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اللي صدر عام 2006، يشوفوا النقلة اللي حصلت في المملكة. لكن لا نريد أن نقف مع التاريخ، بل أريد أن أعقب على ما تفضل به الأخ عبد الله، وهو أنه لا بد أن نعمل، لا بد أن نعمل، لا نكون فقط مواقفنا هي ردود فعل وإلا دفاع، نحن نحتاج إلى أن نتواجد في الكثير من الجمعيات والهيئات والمؤتمرات والندوات الدولية بصفتنا أفراد أو بصفتنا نمثل جهات حكومية. لكن غيابنا عن هذه المؤتمرات وهذه الندوات وهذه الفضاءات جعلنا ضحية ونجلس في موقف الدفاع. شكرا للجميع، شكرا للجميع.